قطاع الناشئين اللي بيؤدي تأدية كويسة جدا، بيعمل مباريات كويسة جدا، نتائج كويسة في قطاع الناشئين. الدكتور تامر عادل وهو مدير قطاع الناشئين في النادي الأهلي قال إن إدارة النشاط الرياضي وفرت كل حاجة للقطاع، وفرت من أدوات، وفرت من احتياجات، وفرت كل حاجة عشان نقدر نؤدي في الموسم الجديد بشكل مختلف. وكمان النشاط الرياضي وفر ليه إضافة ليه مدرب حراس مرمى، بان في 6-7 فرق تحتيه، فست سبع فرق محتاجين اكثر من مدرب حراس مرمى. برضو اداره النشاط الرياضي ما تاخرتش عنده، وهو بيقول تصريح مهم جدا، احنا دلوقتي بنعمل اللي احنا عايزين، نفرج او نطلع لاعبين للمرتبط والدرجه الاولى في الوقت اللي جاي في السنتين اللي جايين. عنده نجوم واعدين جدا جدا جدا. بكده كابتن تامر عادل بيقول لنا او بيطمنا على قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ان فريق كره اليد في النادي الاهلي ان شاء الله كمان في الوقت من النهارده وكمان سنتين في لعيبه طالعه، ما دام في استمراريه لعيبه طالعه لفرق الدرجه الاولى، دي اهم حاجه عندنا في النادي. خلينا نروح لتقرير مع كابتن تامر عادل مدير قطاع الناشئين وترجعوا لنا مره ثانيه. والله احنا استلمنا المهمه يوم 12/6/2019، وكان عندنا احنا عندنا 9 فرق في قطاع الناشئين، منهم 8 7 فرق بتلعب في قطاع البطوله، وفرقه في المهرجان، وفرقه بنعدها للموسم اللي جاي ان شاء الله عشان نختار منها فرقه. احنا ابتدينا الموسم كنا شغالين عشان القطاع عندنا كان محتاج هيكله من اول وجديد، لان الاتحاد كان غير القوانين، مش القوانين، غير عدد القائمه بتاعه الفريق، اصبحت الفريق 24 لعيب بدل ما كانت 30 لعيب. فابتدينا ان احنا نكثف التمرينات، وادينا فرصه شهر للولاد علشان نعمل لهم زي فتره اعداد. بعدين عملنا قياسات بدنيه وفنيه، اخترنا على اساسها قائمه من 21 لعيب من كل فرقه، قائمه مبدئيه عشان كنا بنستعد لبطوله الجمهوريه الصيفيه اللي هي كانت ابتدت يوم 28/8. والحمد لله سافرنا البطولة الصيفية بفرقة 2011 و2009 و2010 و2007 و2008، حققنا أول جمهورية صيفية بفرقة 2007، ودي أول مرة في تاريخها تحقق بطولة جمهورية صيفية، وحققنا بطولة جمهورية صيفية برضو ب 2010، ودي أول مرة من ساعة ما البطولة من الفرقة ابتدت تكونت تحقق النتيجة ديت، وخدنا السادس في الخامس في 2009 والتاسع في 2008، عشان هم كانوا أثروا البطولة يوم لظروف اللجنة المنظمة، فاضطرينا دخلنا في حاجة اسمها نوك اوت، اللي يخسر بيطلع على طول، فخسرنا من فرقة فاضطر بعدنا في الترتيب، لكن الفرقة قدامها مستقبل أحسن بكتير من كده. احنا في اختياراتنا راعينا ان احنا تكون اختياراتنا يعني لقدام، ضمينا عناصر كان عندنا نقص في عناصر في ايدها ناحيه الرايت بشكل عام، جبنا مدربين حراس، النادي وفر لنا، مجلس الاداره والنشاط الرياضي وافق على طلباتنا بصراحه ووفروا لنا، كان عندنا مدربين 2 مدربين حراس بس زودناهم لمدرب كمان، وفروا لنا صاله الكاراتيه علشان نتمرن فيها الصبح، عشان انت عارف حضرتك تدريب الحراس بيحتاج لجزء ارضي كبير جدا، فوفروا لنا صاله الكاراتيه، وفروا لنا ادوات، ما دخلوش علينا بصراحه باي حاجه، فعرفنا نستعد بشكل كويس. واحنا بنشتغل في قطاع الناشئين، في قطاع البطوله بقى اللي هو من فرقه 2004 و2006، دول احنا مهتمين بيهم بشكل خاص، قدرنا النادي وافق لنا على ان احنا ندعمهم، لان كان عندنا نقص برضه في ناحيه الرايت، فجبنا ولدين شول في 2004 مميزين جدا، وجبنا ولد اشول في 2006 مميز جدا، وكانوا اضافه جامده للفريق. و2004 به كمان اعتمدنا على اولاد النادي كلهم وماشيين بشكل كبير، بشكل كويس في الدوري، هم تاني مجموعتهم، و2004 و2006 ماشيين اول مجموعتهم. فاحنا بصراحه يعني شغالين دلوقتي بنظام ان احنا عايزين نفرخ من قطاع الناشئين اعداد كبيره للمرتبط وللدرجه الاولى، بحيث ان احنا نعتمد على اولاد النادي او تربيه النادي بشكل كبير. واحنا الحمد لله ماشيين، لما جينا نصفي الفرق راعينا الكلام دوت، ماشيين معاهم بالنظام دوت، تقريبا موحدين الشغل ما في كل قطاع كره اليد المصغره وفي قطاع الناشئين موحدين الشغل. بنتمرن حوالي، احنا في الصيف كنا بنتمرن 5 وحدات ونريح وحده، فكنا بنتمرن الصبح وبعد الظهر.
دلوقتي حاليا احنا بنمرن 6 وحدات في الاسبوع غير المباريات. فالحمد لله احنا بشكل عام السنه دي ماشيين كويس في قطاع الناشئين، وعندنا عناصر برومسنج جدا للدرجه الاولى باذن الله وللمرتبط. يعني في خلال سنتين باذن الله هنفرخ للمرتبط فرقه قويه جدا اللي هي فرقه 2004 بعد ما تتضم الف على به، وبالعناصر اللي احنا جبناها هيبقى عندنا فرقه قويه جدا. وبامر الله احنا السياسه اللي احنا ماشيين بيها ديت لو كملنا بالشكل دوت هيبقى عندنا قوام للفريق الاول من اولاد النادي بشكل كبير جدا. احنا في 2004 بألف بننافس على الـ3 بطولات بإذن الله، في 2006 نفس الكلام، في 2004 به بينافسوا، لكن حضرتك عارف ان 2004 بيه بتنافس في 2004 ألف، فالفرق السنة العمرية ديت الولاد لسه ما بلغوش كده، بس ان شاء الله هيحققوا نتيجة طيبة. احنا بنستعد لبطولة النخبة دلوقتي، حاليا عندنا بطولتين نخبة بنستعد لهم وبننافس عليهم بشكل كبير، ونتوقع ان شاء الله ان احنا في البطولة الشتوية هنحصد عدد كبير من الميداليات في قطاع كرة اليد المصغر. فبأمر الله يعني احنا ماشيين بشكل كويس لحد الآن في قطاع ناشئين. زي ما شفنا كابتن تامر عادل